يمكن وقت اللي تجيب لي الفاتوره شنو باش نوليو نرجعوا لحياتنا البدائيه، باش نقعدوا نعسوا هاو قصان الضوء هاو قصان المي هاو الحاجه مفقوده كل حاجه غير موجوده وين باش نمشيو وين؟ امس برك امس برك مع الاربعه كيكه قص دفعه واحده فهمت، حاجه غير عاديه ومش مقبوله. شبعنا كان بالكلام شبعنا راحوا ما عادش نجموا نعديو الكلمات هذا كل شبعنا منه. اليوم نحكيو على قصن الضوء وستيك، عشت هالحاجه هذي قاعدين نعيشوا فيها في السخانه هذي. والله عشناها طبعا عم ناول ولد عم ناول عشناها في نفس السخانه هذي في نفس الشهر هذا فهمت، وامس برك امس برك مع الاربعه كيكه قص دفعه واحده فهمت، حاجه غير عاديه ومش مقبوله فهمت، والمي مش مشكل نجم نعبيه ونستغناو عليه خاطر عندنا وقت معين يقصان. تو بار اكزومبل في مهديه عينك من 8 متاع الليل حتى 5 متاع الصباح يقصوا لك الماء، دونك واحد يعمل ياخو طلباته فهمت. لكن الضوء هنا في تونس حاجه غريبه ياسر ولات وحاجه تخوف تهلك حتى الوسائل اللي نستعملوا فيها كيما نقولوا الثلاجه التلفاز الكليماتيزور اللي عنده كليماتيزور فهمت لي روبو، واكثر لي بلو بيغ هو كونك فما عباد عندها تستعمل في الدوي فهمت تحطهم في الثلاجه يلزم يكونوا في الثلاجه. تصور انت تقص عليه الضوء هذاك الدوي هذاك شنو يكون مفعوله رده مفعوله على المريض باش يستعمله فهمت، ولذا يلزمهم ينظروا الموضوع هذايا وياخذوا شويه يقضيوا بالعبيد شويه فهمت. مش معقول توا باش تقول لي وقت الذروه باش يقص الضوء، الناس وقت خارجين على الادارات فهمت، دونك تنجم تنقص العباد باش يستهلك الضوء ينقص شويه فهمت، وهذه حاجه مش معقوله، هذه مضره ياسر مضره للانسان فهمت، خاصه زعيم كان وقت اللي تجيب لي الفاتوره تجيب لي الفاتوره هاو نخلصها يعني مواظبه على تخليصها، لكن انا كي انا نعطيك نعطيك نقدم لك شنو انت تحب دونك انت توفر لي زاده شنو باش نوليو نرجعوا لحياتنا البدائيه. انت لازم تنظر قديش باش نقعدوا نعسوا هاو قصان الضوء هاو قصان المي هاو الحاجه مفقوده كل حاجه غير موجوده وين باش نمشيو وين؟ معناتها المواطن برسك نفد الصبر نتاعو مع السخانه هذه ومع المواطنين يجيونا السواح وكل شيء اسف شيء اسف السواح يجي يشوفوا في تونس هكا واحنا مناش مش برشا مناش كثره مناش كثره بارابور البلدان الاخرين هاو كل شيء عندهم متوفر هاو عندنا قالوا فاقوا عن النفط وعندنا كل شيء اي وينو الشيء هذا الكل وينو هذا فهمت كلام برا شبعنا كان بالكلام شبعنا راحوا ما عادش نجمو نعديو الكلمات هذا كل شبعنا منه زعيم كان وقت اللي تجيب لي الفاتوره شنو باش نوليو نرجعوا لحياتنا البدائيه باش نقعدوا نعسوا هاو قصان الضوء هاو قصان المي هاو الحاجه مفقوده كل حاجه غير موجوده وين باش نمشيو وين؟ امس برك امس برك مع الاربعه كيكه قص دفعه واحده فهمت حاجه غير عاديه ومش مقبوله شبعنا كان بالكلام شبعنا راحوا ما عادش نجمو نعديو الكلمات هذا كل شبعنا منه.